مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. بيشهد هذا الشهر العديد من الظواهر الفلكية التي يترقبها جميع هواة الفلك والمراقب للنجوم والكواكب. وحول أهمية أو أهم هذه الظواهر احنا معانا عبر الهاتف دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم على حضرتك جميع المشاهدين، أهلا بيكم. تحياتنا لحضرتك يا دكتور. أهلا بيك فندم. خلينا ناخد من حضرتك في البداية فكرة عن أهم هذه الظواهر واللي تصل تقريبا لأكثر من 14 ظاهرة. بالفعل احنا عندنا الشهر ده حوالي 14 ظاهرة فلكية يعني واضحين ومهمين للهواة والمتابعين. يمكن في اليومين اللي فاتوا كان في اقتران الزهرة والحشد النجمي خلية النحل، وكان برضو كوكب عطارد في أقصى سطلة له، لكن يوم 8 يوليو الجاي هيبقى فيه اقتران للقمر وعطارد مع بعض. يمكن فيه هيبقى فيه اقتران برضو للقمر والزهرة والمريخ يوم 12، ويوم 13 الزهرة والمريخ فقط هم اللي عندهم اقتران، وده نتيجة ان القمر طبعا السرعة او اليوم طول الزمن اليوم بتاعه بيتحرك بأسرع فبيسبقهم، وبيوم 13 الاقتران للزهرة والمريخ فقط. طبعا في بدر يوليو وده يعني بعد اجازة عيد الأضحى هيبقى عندنا عدد من الشواهد او الظواهر اللي مقترنة بيه زي كوكب زحل والمشترى، ودول يعني هتبقى برضو ظاهرة كويسة جدا للمتابعين لرؤية الظواهر الفلكية. صحيح. يمكن آخر حاجة يبقى عندنا زخة شهب، وطبعا بما أن القمر يعني لحد ما يعني عدى طول البدر بأيام قليلة، فالسماء هتبقى يعني مضيئة قوي، فيبقى يعني مش من السهل متابعة زخات الشهب زي الزخات الأخرى. طب يعني حضرتك ذكرت مواعيد محددة لهذه الظواهر، هل في توقيتات محددة لمشاهدة هذه الظواهر؟ طبعا كل الظواهر دي يتم مشاهدتها ليلا، وفي الأغلب يعني بعد دخول الليل بدقائق. يمكن لو نتكلم على يوم 24 بعد اكتمال البدر واقترانه مع زحل والمشترى في 25، ده من أول دخول الليل لحد طول الليل كله يتأخذ. تمام يا دكتور. طيب السؤال اللي بيجي في أذهان الكثير يا دكتور، هل ممكن نشوف هذه الظواهر بالعين المجردة؟ بالفعل معظم الظواهر دي هتشاف بالعين المجردة، لكن ينصح لو حد عنده تلسكوب صغير أو نظارة معظمة هتبقى الرؤية أوضح والاستفادة أكبر. طب في أي أضرار على الإنسان وأثناء هذه المشاهدة؟ إطلاقا كل الظواهر الفلكية اللي بنعلن عنها دي ملهاش أي أضرار. الظاهرة الفلكية الوحيدة اللي قد تتسبب ضرر ودايما بننصح عدم مشاهدتها بالعين المجردة هي كسوف الشمس فقط، ما دون ذلك كل الظواهر الفلكية ممتعة وبننصح المواطنين إن هم يستمتعوا بالنظر ليها. تمام. يعني ممكن يا دكتور بنشوف كوكبان خلف يعني بعضهما على نفس الخط، هل هذه المشاهد حقيقية ولا ده ممكن نشوفه خداع بصري؟ الظاهرة دي اللي احنا بنسميها الاقتران، احنا عارفين ان كل جرم سماوي او كل كوكب في المدار بتاعه والمسافة من بينهم الاف قد تصل لملايين الكيلومترات، فكون ان احنا نشوف جرمين او كوكبين او القمر مع كوكب تاني مقترنين يعني ظاهرين زي ما حضرتك قلت خداع بصري، لكن هو مش خداع لان ما حدش عمل الخداع ده، لكن هم ظاهريا باينين ان هم ورا بعض مغطيين على بعض، لكن طبعا المسافه بينهم كبيره. وتاني دي الظاهره اللي بتسمى في علم الفلك اقتران. تمام يا دكتور، بشكر حضرتك جدا على كل هذه المعلومات. بشكرك دكتور جاد القاضي رئيس المعهد شكرا لحضرتك القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، شكرا جزيلا لحضرتك.